هل تعبت من التقاط لحيات الطفل؟ إليك حيلة لمساعدتك. دعي الطفل يلتقطها. كوكو كاكا. ها أنت يا طفلي، هذا أفضل، أليس كذلك؟ سهلة، أليس كذلك؟ ها أنت ذا يا طفلاتي، حان وقت الرضاعة. كلا. هيا الآن عليك أن ترضعي. بيكابو. بيكابو. لن أنفجع بهمامي. ربما تنجح بعض الموسيقى. كيف يمكن لهذه الرضيعة أن تكره الموسيقى لهذه الدرجة؟ الخشخيشة ستنجح، إنها تبدو كأسد. أنا أكره الأسود وأكره أبي أيضاً. لا يمكن لشيء تهدئة هذه الرضيعة، علي تجربة شيء مختلف تماماً. حسناً، حان وقت قطع صورة وجه ماما، ثم سأصل بها خيطاً. إنه مطاط ومرن وهذا سيساعد. وسأحتاج تالياً إلى رداء استحمام، إنه حريري وناعم، أحبه كثيراً. والآن حان وقت الوجه، سأضعه على جانب وجهي. رائع! أوه ماما! وقت الرضاعة! أجل، أنا عبقري، إنها ترضع. حليب لذيذ. زجاجة الرضاعة النظيفة جاهزة للاستخدام، حان وقت إعداد حليب الطفل. ما هي الكميات الصحيحة؟ حسناً، سأرتجل، سأضع بعضه في الزجاجة، سيكون الأمر على ما يرام. هذه فوضى عارمة. حسناً، هذه المرة سأقيس الكمية بدلاً من ذلك. لدي مغرفة واحدة، انتبه، انتبه، لدي الكثير، سأنفخ عليه للتخلص من الزوائد. أوف، انتشر المسحوق في كل مكان. حسناً، سأنجح في المرة الثالثة، سأزيل الإضافات من على الطاولة. كلا، هذا سخيف، لماذا كل هذه الصعوبة؟ يمكنني فعل هذا، توقف عن الاهتزاز، لما تهتز يدي كثيراً؟ يا إلهي، انظروا إلى الفوضى هنا. هيا، سأريك حيلة، ستحتاج إلى سكين زبدة. اقطع خطاً في الجزء العلوي من ورقة القصدير، ثم أزل نصف الورقة. والآن لديك مساحة للغرف وغطاءً ورقياً لإزالة الزوائد. أترى؟ الأمر سهل، والآن هيا بنا. رائع، انظروا كيف أصبح المسحوق مسطحاً الآن. حان وقت خفق مزيج الحليب للرضيع. حسناً، ما زال الرضيع بحاجة إلى الطعام. شعري، هل تربطيه لي إلى الخلف؟ بالطبع، حسناً سأفعل. حسناً، لقد رفعته، والآن لفي. واصلي اللف، إنه يجمع معاً. أحسنتِ، أنتِ بارعة في اللف. ينبغي أن يكفي هذا، والآن حان وقت وضع ربطة الشعر حول شعرك. وي، أحب اللف. ستكون بخير، على ما أظن. انظروا إلى هذا المكان، جميل! رائع! لف لف لف! هذا مكاني المفضل حتى الآن! كان هذا طلاء أظافري رائع! أجل! لف 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 لف! قد تكون هذه مشكلة! أعرف الحل! ارتدي هذا، حان وقت صف الرقص. جميل، حان وقت إقامة عرض للرقص. ها هي ذا، إنها جميلة للغاية، يمكن أن تكون راقصة رئيسية، نجمة العرض بأكمله، نجمة شركة الرقص بأكملها حتى. أجل، ملكتي، هذه فنانتي الصغيرة. ها هي ذا، حركتها المميزة في الرقص. أحسنتِ، أحسنتِ، يا له من أداء، لقد تأثرتُ بجمال أدائك. ثم عاد المهر الصغير إلى المنزل. أجل، هيا
هذه قصتي المفضلة. وحين وصل إلى المنزل جلس بين القش الدافئ وخلد إلى النوم. وحان الوقت لتنامي أنت أيضا. ولكني لا أريد النوم، الظلام يخيفني. ما هذا؟ وحوش ظل؟ أمي! رباه، ما الأمر؟ هناك وحش ظل مخيف. لقد فهمت، لا تقلقي، لدي حل. انظري، ها هو رذاذ أمك الخاص للوحوش. إنه سهل الإعداد، كل ما احتجت إليه هو زجاجة رذاذ وقلم تحديد وبعض الأشياء المرحة. استخدمت القلم للكتابة على الزجاجة، فقد احتجت إلى وضع الاسم عليها لجعلها تبدو حقيقية. لم تستغرق كتابة الكلمات وقتا، وأضفت عينا محدقة بدلا من حرف أو. بدت رائعة للغاية، ولكني أردت إضافة المزيد، فأضفت نجوما ذهبية لامعة ثم ملأتها بالماء من الصنبور، لأنها لن تعرف الفرق. ها نحن ذا، رذاذ الوحوش. رذاذ الوحوش يخيف الوحوش ويبعدها. أجل، ليلة سعيدة. خذ هذا وهذا أيها الوحش. أجل، ستقع الوحوش في المتاعب الآن. ما هذا؟ وحش، خذ هذا، علي إخافته بالرذاذ. عزيزتي توقفي، إنها أنا. أمي؟ آسفة. حسنا، لا بأس. يسرني أنك تشعرين بالأمان الآن. ها قد انتهيت من التنظيف. أجل، لقد رحلت، يمكنني اللعب الآن. هيا يا ألعاب، عود إلى الخارج. ما هذا؟ جزر؟ كلا ممل. ماذا عن المثلجات؟ كلا مملة. سأكل هذه الحلوى، أحب الحلوى، إنها المفضلة لدي. أعلم ما علي فعله، سأرسم. بأي لون أبدأ؟ الأصفر والوردي. حسناً، الأصفر. سأرسم على الحائط. معذرة يا آنسة، أعطيني هذا. ماذا تظنين أنك تفعلين؟ ستحتاجين إلى هذا بالتأكيد. ها أنت ذا، يمكنك الآن الرسم على الجدار كما ترغبين. أجل، سأرسم قلباً، القلوب جميلة. رباه، انظروا إلى الفوضى التي صنعتها. لقد نظفت المكان لتوي. حسناً، أحتاج إلى استخدام الشريط اللاصق بذكاء. ها نحن ذا، لقد وضعته على الأرض بشكل مربع. مثالي، ينبغي أن ينجح. عزيزتي تعالي إلى هنا رجاء. جيد، حسنا، أترين الفوضى التي سببتها؟ أيمكنك وضع كل شيء داخل المربع الموجود على الأرض؟ رائع، إنها تجمع أشياءها وتضعها في المربع كما تمنيت. وداعا يا أمي، كل شيء في المربع. لقد انتهت من جمع ألعابها كملاك صغير. انتظروا، أين هي؟ لابد أنها تركت غرفتها. مرحبا يا أمي. كلا، انظري، وضعت مربعات من الشريط اللاصق في غرفتك أيضا، حتى تجمعي أشياءك أيضا. لقد أخرجتها كلها لأجلك. رائع، حسناً، شكراً لك، لطيفة للغاية. كيف تقنع رضيعك بشرب الحليب؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات المرحة.